أعزائي المشاهدين، يسر قناة العراقية مكتب لندن أن يستضيف السيد وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري ليسلط الضوء على الزيارة التي يقوم بها مع عدد من المسؤولين العراقيين للعاصمة البريطانية لندن، لا سيما مع اقتراب معركة تحرير الموصل، فضلا عن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقضية خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وما له من انعكاسات على علاقة العراق بدول المنطقة والغرب إضافة إلى محيطه العربي. أهلا بكم معالي الوزير. أهلا وسهلا ومرحبا. موعد زيارتكم يأتي في وقت تتسارع فيه الأحداث التجاذبات السياسية الدولية حول الإرهاب خصوصا في العراق، تختلف المواقف تتناقض في بعض الأحيان، هل هذه الزيارة انعكاس لما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الزيارة ستحمل في طياتها هذه المهمة، ليست بمعزل عنها. بالنسبة لنا العراق عندنا أولوية عندما نتحدث في أي منتدى من المنتديات الدولية، والإرهاب شغل العالم وسلب الأضواء من كل العالم، والعراق المبتلى الأول وخط التماس الأول ضد الإرهاب، فمن الطبيعي أن كل الانعكاسات تصير داخل الساحة العراقية حول الإرهاب ستعنى بالأولوية في خطابنا مع كل الدول اللي نزورها، وهذا مو من الآن، منذ أن دخلت داعش الموصل، بل قبل ذلك كنا نحذر من مغبة انتشار الإرهاب من الشام إلى المناطق المجاورة وفي مقدمتها العراق، وهذا الذي حصل. اليوم الحديث عن داعش ليس حديثا جانبيا، حديث أساسي يدخل في سلامة مو بس العراق، في سلامة كل دول العالم. هل هناك دور حقيقي لبريطانيا في دعم العراق بحرب ضد الإرهاب المتمثل بداعش؟ بالتأكيد بريطانيا تلعب دور، قدمت مساعدات ولا يزال أمامها فرص أن تلعب دور بعد أكثر، وأيضا هي من الدول التي ابتليت بالإرهاب، يعني هم حاول الإرهابيون أن يعمدوا إلى تفجيرات هنا في بريطانيا واستطاعوا أن يكشفوا النقاب عنها. فاليوم ماكو دولة من دول العالم تملك يعني وعي أمني و حس أمني إلا وتشعر أنه الإرهاب قد يداهمها، وهكذا دول تجاوزت مسألة الأمن العلاجي دخلت في الأمن الوقائي، فهي تجنب نفسها ابتداء، ولذلك تستبق في قراءاتها، تستبق ما يحصل، مضافا إلى ذلك لها علاقات مع دول العالم المختلفة سواء كان الحوض الأوروبي أو دول العالم الأخرى منها الدول العربية ومنها العراق، فيهمها هذا كثيرا، لذلك الحديث معها في تقديري يمكن أن يؤدي إلى مردودات إيجابية كبيرة. ما هو حجم هذا الدعم؟ خصوصا أننا نشهد بين الحين والآخر تصريحات لبعض المسؤولين البريطانيين عن تواصلهم في دعم العراق في المجال الأمني الاستخباري إزالة الألغام ضد عصابات داعش الإرهابية. هذا صحيح، لها خبرة كبيرة، تعرف يعني بريطانيا دولة ساهمت في حروب، شاركت في الحرب العالمية الثانية، معركة العالمين في شمال أفريقيا، مونتغومري الجبهة البريطانية، رومل الجبهة الألمانية، مسألة الألغام وزرع الألغام، لها تجربة وباع طويل، فإحنا نستفيد من إمكاناتهم ومن خبراتهم الدولية، نستفيد بالعراق. الآن إحنا دا نمر بمشكلة زرع ألغام مع ألغام وما شكل ذلك، نفس الشيء، فمن الطبيعي أننا نستثمر العلاقة الثنائية وتوظيفها لاكتساب هذه الخبرة. إضافة إلى ذلك أنه تقدم أيضا مساعدات مالية، قدمت مساعدة 79 مليون باوند عن طريق الأمم المتحدة، قدمت هكذا مساعدة، وفي الدول المانحة أيضا قدمت 5 مليون، ونأمل أن تزداد هذه المساعدات، وكجزء من حركة العراق على بقية دول العالم. يعني إحنا في الدول المانحة حصل العراق على 2.1 مليار دولار، بس طبعا هذا يعني إذا ما قارناه بالحاجة الفعلية الحقيقية ولهوية داعش التي تهدد العالم كله، هي مو بس تهديد العراق بمعزل عن بقية دول العالم، ولذلك نشد دائما على يعني أيادي هذه الدول أنها تكون أكثر سخاء وأكثر استعدادا للعطاء. هل هناك دور بريطاني في مساعدة العراق بشأن إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة؟ وهل سيكون لهم بعد تحرير الموصل؟ هذا الآخر من الملفات اللي يعني يعتبر العراق عكازت حديث في كل لقاء من اللقاءات. نحن لا نملك أن نمنع أي عراقي عندما يضطر إلى النزوح، بنفس الوقت لا نتجرد عن الرابطة الأساسية
المحترمة بين العراق كوطن والمواطنين العراقيين كمواطنين، أينما يحلوا إلى أين يرتحلوا فهم مواطنون وهم سفراء العراق في هذه المنطقة، ويحملوا معهم صوت العراق ومعاناة العراق. ولا نملك أن نشتاق إلى رجعتهم، لكن لا نملك أن نجبر أحد، بس أفضل طريقة أنه هو الحالة التلقائية اللي يشعر بها العراقي أنه الأمن بدأ يستتب، الخدمات بدأت تتحسن. بالنتيجة العراقي شأن شأن أي إنسان عنده احتياجات إنسانية ضرورية وحيوية، يحب يشوف مدارسة مؤمنة لأولاده، خدمات مؤمنة. يعني كيف حال الآن الفلوجة وبقية المناطق التي تعرضت للإرهاب والتخريب؟ طبعا يعني من ينزح من أدها، وأقصد بكلمة النزوح الخروج من مدينة إلى مدينة أخرى، أما الهجرة فهي للخارج على الصعيدين، سواء كان النزوح الداخلي أو الهجرة الخارجية. المواطن من يطلع ويضطر بترك منطقة إلى منطقة أخرى يتطلع إلى متى تعود هذه، تستعيد هذه المناطق عافيتها حتى يرجع. طبيعة العراقي يحب وطنه ويحب يرجع، لكن يجب أن تكون رجعة طواعية تلتقي فيها إرادة الدولة مع إرادة المواطن حتى يستأنف حياته من جديد. على صعيد العلاقات الاقتصادية البريطانية العراقية، أين هي الآن خصوصا بعد قرار خروجهم من الاتحاد الأوروبي؟ العلاقة بين العراق وبين بريطانيا كما هي بين أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هي بمعزل عن البيت الأوروبي. البيت الأوروبي والبرلمان والاتحاد الأوروبي شأن داخلي للبيت الأوروبي، بس علاقتنا قبل تشكيل هذا وستبقى معه. علاقة كانت عندنا بريطانيا قبل تشكيل التحالف الدولي، أو عفوا قبل تشكيله وأثناء تشكيله، والآن بعد أن طلعت ستبقى العلاقة علاقة طيبة. نحن لا نتدخل في شؤون البيت الأوروبي، يعني احنا عندنا مع شركة البريتش بتروليوم بي بي تقريبا نصف الإنتاج العراقي هي شركة بريتش بتروليوم، شركة بريطانية بالبصرة. شركة شل أيضا هي الأخرى، شريك رئيسي في صناعة النفط والبتروكيماويات، أيضا هذا مجال اقتصادي بيننا وبين بريطانيا، ونتطلع إلى توسعة القطاعات التعاون الاقتصادية في أكثر من مجال. ما هي رؤيتكم حول بقية علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا؟ هل ستتأثر إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار علاقتنا مع بريطانيا في نفس الوقت؟ لا، كوننا نحتفظ بعلاقة جيدة مع بريطانيا لا يعني أنها تتصدع مع بقية الدول. هم ليسوا في حرب، وحتى إذا اختلفوا فنحن نتجنب الدخول في محاور التقاطعات. يعني لسنا في أزمة تعامل مع كل دولة مع دولة أخرى. يعني احنا بالنسبة لنا لا علاقة مع بريطانيا وريد نبقيها، لنا علاقة مع ألمانيا نبقيها وفرنسا وكذلك بقية دول الاتحاد الأوروبي، علاقات جيدة، ومن مصلحتنا ومصلحة هذه الدول أن نبقيها. بعدين هي حتى هم بيناتهم، يعني صحيح أنها خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن لم تخرج من دائرة العلاقات. دائرة العلاقات أوسع وأقدم زمنا وأوسع اهتماما بيناتهم. يعني هذا عالم اليوم عالم، مو عالم لو أخاصمك بالكل لو أصالحك بالكل. كنتم التقيتم القائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد السيد نيل لاتا، ودعوتم إلى ضرورة فتح قنصلية بريطانية في البصرة. كيف وإلى أي مدى يعزز ذلك العلاقات التجارية بين البلدين؟ بالتأكيد يعني سيقوم في هذا. أولا أنا أكون مكتب قنصلي في البصرة بريطاني، بس إحنا ذكرنا بضرورة أن يرتقي إلى مستوى قنصليات، خصوصا أكو عدة قنصليات بالبصرة لدول أخرى، فنعتقد أن هذا من شأنه أن يدفع بالعلاقات العراقية والبريطانية نحو الأمام ويزدي خدمات للمواطنين، وبنفس الوقت ينعكس على الاقتصاد البلدين. هناك تلميح لاتفاقات وتحالفات يمكن القول عنها أنها غريبة بعض الشيء، مثل تحالف تركي روسي إيراني، كيف سيلقي بظلاله على العراق؟ يعني الآن الوضع الأمني ما يمكن تفكيكه، وتصدع الأمني الموجود في كل بلد سيلقي بظلاله على بقية البلدان. فنحن مع تقوية شوكة الأمن وتقوية الأواصر الأمنية، خصوصا عندما تكون في منطقة الشرق الأوسط، من يتوتر الجو يتوتر على كل الدول وينشر ظل عليها جميعا. وكل تحسن بالعلاقات احنا نعتقد سيساهم في خنق الإرهاب، فأن تكون هذه الدول تعزز وضعها وتقوي وضعها الأمني بالتأكيد سينعكس علينا إيجابيا. نحن لم نرتبط بتحالف دولي غير التحالف الذي أسس في 2014 في نيويورك، لكن أن نتعاون على مستوى أخذ المعلومات وما شكل ذلك، هذا الباب أمامنا مفتوح. يعني طبعا هو العراق عندما يشعر
أنه تقتضي الضرورة أن يقدم على خطوة معينة يقدمها بمقدار ما يسمح به الدستور ويقول البرلمان وما شكل ذلك نقدم عليه. بس إحنا الآن نشعر أنه علاقتنا معهم علاقة تنسيق معلوماتي، وبنفس الوقت نبارك أي خطوة تقوي الأمن ضد الإرهاب. بعد الاتفاق الروسي الأمريكي في تنسيق ضربات جوية مشتركة للقضاء على داعش، ما مدى جدية هذا الاتفاق، وهل هناك تواصل مع الجهات المعنية لغرض التنسيق؟ يعني عندما تكون القضية ترقى إلى مستوى إلى القمتين الروسية الأمريكية، تأتي على لسان بوتين وبارك أوباما، يفترض أنها أخذت حصة كافية من الجدية. وأيضا هذه هي الأخرى تدخل بالنسبة لنا لكسر شوكة الإرهاب وتخفيف مخاطر الإرهاب. نأمل أن تكون جادة وبحسابات إنسانية يعني لعموم المنطقة وليس فقط لحساب الدولتين. احنا أيضا مع كل خطوة تقوي جبهة الأمن ضد جبهة الإرهاب أيا كانت هذه وفي أي دولة في أي منطقة، أنه نعتقد وعبرنا عن ذلك أكثر من مرة، نعتقد أنه احنا الآن في حالة عالمية مو منطقة بمعزل عن بقية العالم، حالة معولمة وتبقى تشكل خطر ما لم يستيقظ العالم من غفلته من الخطر الداعشي. فأي خطوة من هذا القبيل نعتقد أنها تدخل في صالح المنطقة وصالح العراق، بالذات باعتبار الآن بؤر التوتر واضحة العراق من قبل داعش. كيف يتم التحضير لمعركة تحرير الموصل دوليا التي يؤمن انطلاقها قريبا؟ طبعا هذا يعني أكو الدخول إلى الموصل أكيد سيدخل في أكثر من مجال، وابتداء كمعركة ميدانية عسكرية وأمنية، وهذا متروك لأصحاب الاختصاص كيف يعدوا صفحات الهجوم والتحرك والدفاع وما شاكل ذلك بالصفحات العسكرية المعروفة. وخصوصا الآن القوات المسلحة العراقية اكتسبت خبرة ممتازة وخرجت للتو من الفلوجة وكانت موفقة، يعني العمليات في الفلوجة كانت عمليات مظفرة وناجحة، أكيد ستستفيد من أدها مع الفروق الميدانية من بلدة لبلدة من مكان لمكان، بس على العموم اكتسبت القوات المسلحة العراقية خبرة لا يستهان بها، ونأمل أنها توظف هذه في الحقل الأمني وتقدم يعني تصورا ميدانيا كافيا، وهم يعدون لذلك منذ زمن، يعدون لعمليات الموصل المنوي تحقيقها إن شاء الله تعالى في الفترة القادمة. ليس هذا بمعزل عن بقية الأشياء، أيضا نحتاج فيما نعد هو الجانب المساعدات والخدمات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية. الموصل خلال هذه الفترة تعرضت إلى تحطيم البنية التحتية مثل ما تحطمت شقيقتها الفلوجة، إلى درجة يعني شراسة داعش فجرت مستشفى، تعبير عن الحالة الإنسانية وعن الضد الإنساني المتمثل بداعش. فيجب أن نحسب لأسوأ الاحتمالات حساب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعبئة كافية وإعداد كافي لتغطية الحاجات الموجودة. نفس الوقت من الناحية الإدارية نحتاج إدارة مجتمع متنوع. الموصل مجتمع الموصل مجتمع غير أحادي التكوين، متعدد التكوين من ناحية دينية، من ناحية مذهبية، من ناحية قومية، ومن ناحية سياسية، وبالتالي جعل حالة المواءمة والانسجام في مثل هذا المجتمع وهو إلى الآن يرزح تحت نير العدو وحفلات الإعدام اللي يسويها جماعيا، يجب أن تتم السيطرة بشكل يفوت الفرصة على أعداء آخرين قد ما ينظرون يعني يمثلون جزء الغاطس من الأعداء. يجب أن يعد إعداد كافي وجيد لعملية التعامل. أكيد مجتمع الموصلي، القوى الموصلية ستلعب دور في هذا، لأنهم هم أبناء هذه المدينة ويعرفون كيف يغلقوا الطريق على أعدائهم، بس ليس بمعزل عن بقية المحافظات. يعني يجب الجميع نتحمل مسؤولية كافية، وأثبتت المعارك التي حصلت بالفلوجة أن الدماء التي أسيلت والصرخات التي أطلقت هناك ما مثلت فقط أهل الفلوجة، مثلت إلى جانب أهل الفلوجة مثلت المحافظات العراقية الأخرى. فنأمل أن يكون التعامل كذلك في الموصل على نفس الغرار، أخذ بنظر الاعتبار سعتها تعقد الملف الموصلي تتطلب جهود أكثر مستفيدين من تجربة الفلوجة. بصفتكم المسؤول الأول عن العلاقات الدبلوماسية العراقية، ما هو تقييمكم لمستوى العلاقات العراقية العربية وبخاصة دول الخليج العربي؟
في مقدمها المملكة العربية السعودية التي تشهد فتورا واختلافا في الرؤى والمواقف في بعض الأحيان. أكو شيء متعلق بالجانب العراقي، العراق يحرص أشد الحرص أن يبادر بعلاقات إيجابية مع كافة الدول، دول عربية، دول خليجية، دول مجاورة، يحب يفتح ويا الكل، وقد بادرنا بذلك وفتحت العلاقات. أكو مدى استجابة الطرف الآخر وطريقة تعامله معنا، ربما صارت عندنا بعض الملاحظات وقد بلغنا عنها، ملاحظات كانت متعلقة بتصرف السفير وتصريحاته، سواء كان على الحشد الشعبي ولا على علاقتنا بدول الجوار ولا كثير من المسائل. بالوقت اللي احنا نحرص أشد الحرص على مسك العلاقات العراقية مع هذه الدول، بنفس الوقت نشدد على أن تكون نشاطات السفير محسوبة ويراعي فيها الوطنية العراقية والسيادة العراقية وعدم التدخل، عدم التدخل بشؤون الداخلية، مثل ما احنا أيضا نلتزم في من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في كل دول العالم نحترم سيادات هذه الدول، فهذا مرتبط بهم. احنا تحدثنا مع وزير الخارجية في أكثر من مرة السيد عادل الجبير بأنه يجب أن يكف السفير عن هذه التصريحات لأنها تثير حفيظة العراقيين وتزعج. هذا الشيء أعطانا كلام، والسفير نفسه أيضا متحدثين وياه في أكثر من مرة، بعدين شفنا أنه الرصد الدقيق الإعلامي لبعض التصريحات ما صار التزام، لذلك يعني تمنينا عليهم أنهم برسالة أخوية أنه يستبدل، لو المملكة تبادر وتستبدل بواحد آخر حتى يساهم في خدمة العلاقات السعودية العراقية. ما نقوله بحق السعودية نقوله بحق الدول العربية الأخرى خليجية أو غير خليجية، احنا من طرفنا كطرف مبادر أو متفاعل أو مستجيب مع الدول العربية نريد بقى العلاقات على أحسن ما يكون، وكثيرين نحرص، وحتى من تتعرض إلى بعض التجاوزات نحاول أن نحلها بأقرب طريق ممكن، لأن أنا أعتقد وجود العراق في الحوض العربي مهم للعراق ومحض لأشقاء العرب كما هو لأشقاء الدول الإسلامية الأخرى كتركيا وإيران. ليس سهل علينا أننا نصدع العلاقات أين تكون أسبابها، لكن بعض الأحيان لم تكن من عندنا. على العموم نريد للعراق أن يبقى محافظ على علاقاته، ومن خلال علاقاته يحافظ على مصالحه، ومن خلال ذلك كذلك يدرأ عن نفسه وعن دول المجاورة الأخطار المحتقة وفي مقدمتها الإرهاب. في السابق شهدنا فتورا أو انعزالا عن علاقتنا مع دول المنطقة، دول الجوار، دول العالم، والفترة الأخيرة شفنا انفتاح على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد السياسي مع الدول، فما هي الخطط لدى وزارة الخارجية في هذا الشأن؟ وهذا الهدف البعيد، يعني احنا حددنا مديات للأهداف اللي نريد نحققها، مديات آنية متوسطة وبعيدة، قد تختلف من دولة لدولة، مو بالضرورة تتناسب مع القرب والبعد الجغرافي. اليوم ليس العالم عالم بعد وقرب جغرافي بمقدار ما هو بعد وقرب سياسي وإنساني، ربما دولة تكون بعيدة جغرافيا بس قريبة سياسيا من نظامنا، وقد يكون العكس بالعكس كذلك. نحن على العموم أطلقناها كسياسة مرتكز ثابت في العلاقات الدبلوماسية الجديدة، نريد علاقات مع كافة دول العالم كدول لها سيادة ولها مشروعية، نبني معها علاقة من أقرب دولة إلى أبعد دولة، يعني وصلنا إلى نيوزيلندا، وصلنا إلى دول إلى بيلاروسيا، إلى كثير من دول العالم التي ما كانت سابقا بها علاقات، أنشأنا علاقات، وليس فقط علاقات من أجل العلاقة وإن كان هدف، علاقة من أجل ترتيب الأثر، خصوصا نعيش مواسم التحدي العالمي الإرهابي، وظفنا هذا بجمع رصيد إنا، ووظفنا ذلك أيضا في تحقيق آراء صبت لصالح العراق ضد الإرهاب، وصبت في الحصول على بعض المساعدات الإنسانية، وننوي أيضا نمضي بهذا الطريق. ما كو سقف يعني للطموح بيننا وبين هاي الدول، يعني طموحاتنا كبيرة تتناسب مع ما احنا اللي يمر بها العراق. العراق بلد غني لكنه يمر الآن بظروف استثنائية وبالتالي يحتاج إلى مساعدات. صحيح الدول العالم يعني الدعم الدولي قدموا 2.1 مليار دولار، وهذا مبلغ مو قليل، لكنه نسبة للحاجة الحقيقية ولطبيعة الحاجة. حاجتنا للدعم مو نابعة من محض حاجة عراقية، نابعة من محض المسؤولية اللي يقوم ينهض بها العراق ضد تحدي دولي لكنه الآن في ميدان العراقي، وجنود وأفراد ومواطنون
هذا الحشد الدولي هم جاءوا من أكثر من 100 دولة من العالم. فإذن إحنا كلش طبيعي أنه نذكر العالم بضرورة دعم العراق والوقوف إلى جانب العراق، نفس الوقت يبعث رسالة إلى كل دول العالم الأخرى عندما تتعرض إلى ما يتعرض إلى العراق لن يتركوا ذلك البلد وذلك الشعب لوحده، بل تقف كل أمم العالم وشعوب العالم ودول العالم إلى جانبه. هناك أصوات داخل وخارج العراق برفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل، ما هي الدوافع لهذه الأصوات للحيلولة من مشاركتهم وهل هي مؤثرة؟ هي ليست أصوات بمقدار ما هي أصداء لأصوات غير حقيقية. نحن نرى على الأرض دور الحشد الشعبي. الحشد الشعبي يغذي الساحة بالدم الزكي وبالسلاح القوي بالسواعد التي تسجل يوميا علامات نجاح. يعني منذ أن تشكل الحشد الشعبي بدت مؤشرات تراجع داعش وتقدم القوات المسلحة العراقية أكثر فأكثر، وهم يعملون كجزء منسجم مع مجمل حركة القوات المسلحة التي تشكل من الجيش العراقي، من البيشمركة، من قوات العشائر، كلهم يعملون سوية باتجاه واحد. أنا أعتبرها تجربة ممتازة وتذكرنا بتجارب العالم السابقة. دول العالم عندما تمر بظروف استثنائية تشكل ما يسمى بالجيش الرديف وما وإلى آخره، كلها تعمل باتجاه واحد. الآن العراق يمر بظروف استثنائي، وأثبتت وقائع الأحداث أنه الحشد الشعبي عمل أعمالا جبارة كانت موضع احترام العالم. العالم الآن بدأ يقر أنه أكو شيء اسمه حشد شعبي على الأرض، وهذه الأصداء أنا أسميها ليست صحيحة ولا أساس لها من الصحة أبدا. ولعله مؤتمر نواكشوط، مؤتمر القمة العربي في جمهورية موريتانيا الإسلامية، أورد الحشد الشعبي بالاسم البيان الختامي. فالآن الحشد الشعبي كشخصية معنوية فرض نفسه من حيث الإعلام بعد أن فرض نفسه على الواقع وقرن اسمه بالتضحيات والاندكاك، وهو الآن تحت أمرة قائد عام قوات المسلحة وجزء من الجيش العراقي. فبالنسبة لنا هذا إحنا مؤمنين به، تبقى علينا مسؤولية تجلية الوجه المشرق للحشد الشعبي للعالم اللي ما يدري به، بل قد يتأثر بالإعلام. هو الإعلام العالمي اخترق من قبل الدواعش، كما اخترقت الحالة العراقية بالداخل والسيادة من قبلهم، اخترقوا أيضا المواقع الإلكترونية وما شاكل ذلك أيضا اخترقوها. بس إحنا على يقين أن الحشد الشعبي فصيل وطني أساسي جاء تلبية لنداء المرجعية وغذى ماكنة المواجهة بأسكى الدماء وسجل انتصارات باهرة. شكرا لكم معالي الوزير. شكرا جزيلا. في نهاية اللقاء نتقدم ببالغ الشكر للسيد وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري على ما أفاض به من رؤى وأفكار وما أفاد به من معلومات قيمة لقناتنا، ودمتم برعاية الله وحفظه.